السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخوت الخواتات كذلك أمتي الغالية، شخباكم لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم المشتريات اللي ضرورية تشتروها إذا جيتوا تعملوا عمرة أو حج غير مكلفة إذا خدتوها بالثمن حق الجملة أو الدرزن كيف يقولوا هنا بالسعودية. بالنسبة للمكان اللي راح تشتروا بالجملة هو السوق الكعكية. ان شاء الله راني مشاركه معكم عده اسواق في سوق الكعكيه ومصوره معكم المحلات اللي تقدم عندهم. كما كتشوفوا ما شاء الله كرتون فيه 12 حبه ب 20 ريال، اماكن اخرى كيبيعوا حتى 30 ريال 25 ريال. هنا ما شاء الله راه تاخذوا ما شاء الله كميه كتقام عليكم ارخص. كذلك المسواك فيه ب 12، فيه ب 15، فيه ب 20، فيه ب 25 على حسب النوعيه. هنا البخور خديت بالكيلو لحسب التوزيعات. المهم انا وزعته في هذه الاكياس. بالنسبه للخوات اللي كيسولوني بغينا شي محل اللي يسوي لنا بخور ويسقيه لينا، هذا المحل في سوق العتيبيه. اذا قلتوا لي من طرف ام فيصل غادي يقاد لكم داك الشيء ما شاء الله، تيحط لكم كاع داك الشيء اللي عنده وكيسقيه تيخليه ما شاء الله. حتى عطيته هديه الناس يستافدوا منه ويبقاو يدعوا معاكم. وكذلك عنده البخور، عنده كاع داك الشيء اللي كتحتاجوا. وقلت له من طرف ام فيصل ان شاء الله غادي يرعيكم باذن الله. اهم حاجه ما تنسونيش من لايك وبارطاجيو قناه مع العائله والاحباب للفائده، وجزاكم الله كل خير يا رب. بالنسبه لخوت العطار اللي غتسولوني عليه ان شاء الله غنشاركو معكم في من وراء الفيديو هذا ان شاء الله، راه كاين في سوق العتيبيه. هنا كما كتشوفوا وجدت التقسيمات اللي غنبدا نقسم داكشي في الاكياس. هنا موجده العوده قسمتها في هذا البلاستيك، ديجا مشاركه معكم العوده النوعيه جيده. وهنا كما كتشوفوا المسابيح هي حاطه خديت نوعيه جيده. وهاد الاكياس خديتها من سوق الكعكي بالجمله للتوزيعات. ممكن حط في الكيس وحده مسبحه والعوده، وكذلك بعدين غادي تزيد ماما التمر وتزيد حاجات اللي راح تزيد هي. المهم بالنسبه لهذا ما نقدرش نشارك معكم كاع داكشي اللي اشتريت الام ديالي، غنشارك معكم غير التوزيعات البسيطه. اما الشيء الاخر داكشي كيخصها هي، عرفتوا كيف الخوت؟ المهم كنتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش من لايك وتبارطاجيو للفائده، وجزاكم الله كل خير ولا يحرمكم من هذه الارض المباركه. المهم ان شاء الله غنشارك معكم من وين تشتروا العوده ان شاء الله. بالنسبه اخوتي هاد الاكياس اللي بغاوها راه كتباع في بن داوود، سميتو بندا. المهم كتكون زوينه كتسد التوزيعات، راه دايره فيها نوعيه، دايره فيها العود ونوعيه اخرى دايره فيها البخور. غنوريكم وهذا الشكل دايره فيه البخور ما شاء الله. هذه النوعيه ديال البخور زوينه بالنسبه اللي بغا بحال هذه النوعيه، كتكون في سوق العتيبيه كتباع بالكيلو. المهم كما كتشوفوا هنا غادي نشارك معكم العطورات اللي تشتروها للتوزيعات بالنسبه للحجاج او المعتمرين، كتقام عليكم باسعار جد جد مناسبه بالثمن حق الجمله. في الاماكن الاخرى كتكون ب 25 حتى 30 ريال. انا غنشارك معكم هذه العطورات اللي كتشروها ب 20 ريال بالثمن ديال الجمله. كنتكلم لكم على الجمله او الدرزن، هنا في السعوديه يقولوا الدرزن. زي ما تشوفوا معايا هذا الكرتون اسمه عطر الروضه حق المدينه المنوره، هذا فيه 12 حبة زي ما تشوفوا معايا انتم، 12 حبة حلو للتوزيعات ورائحته ما شاء الله حلوة. بالنسبة بعد العطورات اللي كنشاركها معاكم تنقول لكم راه غير الموز غاريز، هاد العطورات زوينين ورائحتهم حلوة. وحتى عطيتهم هدية يعني الناس اللي كياخذوها كيستافدوا منها. كاين بعض العطورات عين الموز غريت كيف تنقولوا حنا باللهجه المغربيه. المهم فيه هذا العطر ريحته حلوه، وفيه في هذه النوعيه ثاني مصور فيها الحجر الاسود ما شاء الله تا هو ريحته جد جد رائعه. ونفس الشيء فيه 12 حبه، شايفين كلهم فيهم 12 حبه ما شاء الله حلوين رائحتهم مره حلوه، والصوره فيهم يعني تعبر على الحج والعمره. شوفوا ما شاء الله انتم. وبردو فيه هذه النوعيه اللي هي مسك الطهاره، يصلح للنساء، هذا يصلح النساء وبردو هذا يصلح النساء. اكثر شيء هذا يعطوه النساء، وهذا تقدروا تعطوه النساء والرجال بردو هذا وبردو هذا. شفتوا يعني هذا يقدروا يتعطروا به النساء والرجال، بس هذا النساء، هذا فقط للنساء مسك الطهاره يعني حلو. المهم هذا برضو ريحته مره حلوه، كتعرفوا مسك الطهاره ريحته نظيفه وريحته حلوه. برضو هذا فيه 12 حبه
حتى هو يدل على الحج والعمره. يعني ما شاء الله كما تنقول لكم هاد الهدايا يعني حلوه، واذا اخذتوها بالثمن ديال الجمله كتطلع لكم احسن من انكم تاخذوا بالحبه. اذا اخذتوا بالقطعه يعني القطعه كتطلع لكم غاليه، يعني القطعه كيبيعوا ب3 ريال، يعني اذا اخذتوها بالجمله كتطلع لكم ارخص، يعني كرتون كامل ب20 ريال في سوق الكعكية. وبالنسبة لسوق الكعكية الخوت، إذا بغيتو تمشيو لسوق الكعكية أفضل شيء تمشيو مثلا إلى 3 العيالات 4 العيالات، كتفاردو في الطاكسي 5 ريال الوحدة، وكتمشيو كتقداو بأسعار جد مناسبة. برضو في هاد العطورات زوينة، يعني فيها ريحة العود، اسمه أمير العود. مثلا إذا خدتوها بالحبة راه كتطلع غالية. أنا خدت بالجملة، الجملة الكرتون تيكونو فيه 6 حبات، شايفين الكرتون تيكونوا فيه 6 حبات، كفيه المسواك، فيه بالكرتون، كيجي كيفي نوعية ب15، في نوعية ب20، في نوعية ب25، على حسب، فهمتوا؟ إذا خدتو بالجملة كتطلع أرخص، يعني الكرتون فيه 12 حبة. برضو هادو أصاور حق الأطفال، الدرزن كيجي أرخص، بس إحنا ما لقينا الدرزن، خدنا من عنده بالحبة. وحسبها لنا بالدرزن، يعني فيها 12 حبة، كيس فيه 12 حبة. نشارك معكم حاجة أخرى اللي هما الصلايات، يعني اللي الهدايا، شايفين مكتوب عليها هدايا الحرمين، كيجي فيها صلاية وآية ديال القرآن. هاد النوعية خوتي كتباع ب8 ريال، بالثمن ديال الجملة. في نوعية أخرى بس مو جيدة كتباع ب7 ريال، حنا خدنا هاد النوعية اللي القماش ديالها زوين والقماش ديالها رطيطب ونفس الشيء خفيفة على الوزن. شفتو فيها قطعتين فقط، في نوعية فيها 3 قطع بس مو حلوة. كما كتشوفو خدينا درزن في 12 حبة كيتقام عليك أرخص. فالطاقيات في هاد النوعية اللي هي جيدة كتباع ب25 ريال، بالثمن ديال الجملة. في نوعية أخرى كتكون يعني مش نوعية جيدة كتباع ب15 ريال. المهم كما كتشوفو، وهادو التوزيعات، يعني حاولت يعني نقص شويه على ماما، المهم ما نقدرش نصور معكم كاع داكشي اللي خدت الوالده. غنشارك معكم على الحاجات الضروريه اللي نتوما تقدروا تشتروها وتستفدوا منها للهدايا وتقام عليكم احسن بالثمن ديال الجمله. كما كتشوفوا هادو مسابح خديتهم من المحل اللي ديما كنشاركوا معكم، نوعيه جيده، شفتوا كيف ما شاء الله حلوه. وخديت برضو هذه، وخديت ما شاء الله اشكالات كثيره للتوزيعات. الوليدات الصغار وكتبغي تفرح كل شيء، شوفوا ما شاء الله هاد الخويت مات فنين، الدرزن كيجي كامل، كيجي 10 20 على حسب، شايفين؟ وأشكالهم ما شاء الله مرة حلوة. الناس كيسولوني على البخور، يعني النوعية جيدة، أنا خديت بالكيلو كما كتشوفوا، المهم أنا موزعاها. هذا ما شاء الله كيكون فيه كل شيء، ما شاء الله تبخري بيه، يعني حتى اللي غياخذ يعني تعطيه الهديه حيستفد منها، يعني ريحته مره حلوه وتحسي بواحد الريحه يعني ما شاء الله. بالنسبه للناس اللي بغوا يشتروا تلقوه في سوق العتيبيه عند عطار شيماء، ما شاء الله كيسرع البخور وكيحط لكم كاع داكشي اللي يعني اللي كيتحط، فهمتوا؟ شوفوا ما شاء الله ريحته فن فن. وهذه مستكه، شفتوا مستكه مع جاوي، المهم داكشي قادو ليا الخوت. جا مقابل براس تفرج، شكر على الشارع العام كتدخلوا ما شاء الله، هذا اسم المحل وجنبه العطار. شو العطار؟ المهم بالنسبه للناس اللي راح يسالوني وين جا هذا العطار، موجود في سوق العتيبيه، كتكونوا في الشارع العام، كاين واحد المطعم اسمه مطعم بروس تفروج، الزنقه مقابله معاه، هذيك الزنقه تدخلها في محل اسمه بديل الذهب، وجنب محل بديل الذهب كاين عطار شيماء، ما شاء الله عنده اشياء كاع اللي نتوما تحتاجوها، واي حاجه تحتاجوها موجوده عنده، لانه ما شاء الله كل شيء عنده. وعنده هنا البخور انواع واشكال من 25، خديتو كميه راه تنقص وتراعي. وهادشي اللي كاين حبايبي، كنتمنى الفيديو يعجبكم. شوفو معايا هاد الشيلان، غلا ماشي ديك الرقاق، كاين واحد النوعية ب5 ريال، هاد النوعية ب10 ريال، حيت كتعرفو دابا جاي الباب. الدرزن ديال هداك كيدير 100 ريال، الدرزن ديال اللي ب5 ريال يمكن ب50 ريال، المهم حنا خدينا هدا ديال 100 ريال. وهنا كتمشيت البريد السعودي، غنشارك معاكم أسعار الشحن جميع البلدان. كما كتشوفو معايا كانت عندي شي كراطن ديال واحد السيدة، مشيت صيفطتهم ليها كتقديت ليها. وشاكت معكم ب
بالنسبه للفائده وصافي. المهم ما تنسونيش يا احلى عائله من لايك وتبارطاجي، والله يحفظكم يا ربي.